ما في شخصين ما بيتشاجروا مع بعض، أصحاب، عيلة، زملاء بالعمل، ولكن المهم هو ما بعد هالمشكل أنه ينحل المشكل بطريقة سلمية، بطريقة فيها محبة وترجع المياه لمجاريا. منشان هيك اليوم رح نحكي عن إتيكيت الاعتذار مع نادين ظاهر. صباح الخير نادين. صباح النور. شو هالأزرق اللي لابق مع الديكور؟ كتير حلو. كتير حلو الديكور. يعني عن جد ميرسي اللي ما رح نقول لك ميرسي كل الوقت، بس فيري نايس وكتير هيك حلو، ويعني إن شاء الله يا رب يكون حاز على رضا الجميع كمان. إن شاء الله. الاعتذار ثقافة مش بس إتيكيت. بس صعب شوي. كتير وبدأ قوي كتير، وبدأ يكون الإنسان متصالح مع نفسه لدرجة إنه هو يعرف عندما يخطئ لازم يقول أنا أعتذر. وإذا كان من وهن وصغار علمنا الأولاد وقت اللي بيغلطوا بحق إخواتهم، بحق أهلهم، بحق الناس اللي عم الأولاد اللي عم بيلعبوا معهم بأي مكان، إذا علمناهم يقولوا أنا بعتذر، I'm sorry, je m'excuse، بس في كمان إلى أصول وإلى قواعد لحتينا الاعتذار يكون له وقع اللي نحن بدنا إياه، اللي يكون له الهدف اللي نحن بدنا إياه ويوصل بالشكل الصحيح، لأنه كمان كثرة الاعتذار ممكن تولد إحساس للآخرين أنك أنت منك صادقة بالاعتذار اللي أنت عم بتقولي، أو أنه بيصير كأنه نوع من إحساس بالذنب كمان إذا كان كل الوقت الشخص هو اللي عم يعتذر لو شو ما كان المشكل. بالضبط. لهذا السبب الاعتذار له قواعد. الولد هلأ أنا جربت رشال أنه تعلمني هالشي ما عم يمشي الحال. ليكي رانيا، أهم شيء إذا منفكر أنا لو محل الآخر شو بحبوا يقول لي؟ هلا هو اوقات بيصير الاعتذار بس بطريقه شوي غير مباشره، يعني مش انه بكلمه معينه، امرار بتصرف كمان بيصير. خلينا ندرس هالموضوع شوي. بس بضل الاعتذار او انك انت تقولي انا اعتذرت، لانه الاعتذار يجب ان يكون مقرون بليش، ليه، لماذا، لماذا انا اعتذر، عن ماذا انا اعتذر، مش بس انه انا عم بقول لك ام سوري. اذا انا غلطت بحقك او اقدمت على شيء مش منيح لازم اقول انا بعتذر رانيا لاني انا ما اتصلت فيكي وقت اللي كان لازم اتصل، ما رديت الهاتف، او انا كنت جارحه بكلامي، او انا ما يعني في عدم تحمل المسؤوليه الكامله. وقت اللي انت ما بتعتذري بشكل مباشر بتكوني وكانك مش كمان عم تتحملي المسؤوليه الكامله. فلهالسبب وقت الولد بيتعلم يقول انا بعتذر، وانا بشوف امرار كثير في ناس بتقول قل له ام سوري، اذا كان لازم مش نقول له قل له ام سوري او قل له بعتذر، قل له بعتذر لاني كسرت لك الشغله، لاني انا يعني عملت شيء مش لازم كنت اعمله. فالاعتذار مش لازم يكون بشكل شامل انه انا عم بعتذر على شو عم بعتذر، لازم يكون بشكل محدد وبشكل موجه. هون بيصير الولد يعرف انه اليوم وقت اللي انا بعتذر اولا بكون فكرت بالشيء اللي انا اعتذرت عنه، وثانيا بكون حددت مسؤوليتي. يمكن انا عملت كثير اشياء حلوه، فليش انا بدي اقول بعتذر على كل شيء؟ انا بدي اعتذر على الشيء اللي صدر مني. هلا اليوم وقت الولد كمان بيعتذر عن شيء هو ما عمله، هون بتكون عم تعطي الاحساس بال يعني بالظلم للولد. اذا هو ما كسر اللعبه ليه بده يعتذر على شيء هو ما عمله؟ اذا كان هو عامل الشغله لازم يعتذر عنها. على كل حال هالموضوع بالذات انطلب لفقره فاميلي نادين، ونحن رح نعمله قريبا جدا. اي متى وكيف وليه الاعتذار بين الاولاد، يعني وكيف الاهل بيقدروا يعطوا هالطريقه للأهل. والاهل لازم يعتذروا من اولادهم اذا لا سمح الله كمان صدر عنهم اشياء مش لازم. مثلا صح. اذا انا اتهمت ابني زور قلت له انت كسرت هيدا المو، لا انت كسرته، ويمكن بعدين اكتشف انه انا مش هو اللي كسره، فاذا انا لازم اقول له انا بعتذر لاني ما صدقتك، بعتذر لاني ما سمعت منك، بعتذر لانه كان هون خطا مني. ولد وقت اللي بيحس انه الاهل كمان هن عم بيبادروا الاحترام، احترام هذا الشخص الولد، مش لانه هو صغير بالعمر معناتها نحن لا نحترم الشخص اللي موجود بقلبه. هلا على الاعتذار عند الاشخاص الراشدين
ناشدين. لازم يكون في الاعتذار البسيط يلي هو اذا انا فتحت الباب او ضربت حدا من غير قصد، يلي هيدي بتطلع تلقائيا بفتكر بالضبط، يلي هي بتصير انك انت عم تعتذري بشكل تلقائي، حتى لو الاشخاص ما عم يسمعوكي او لو ما انتبهوا، فانت وكانك عم بتقولي سوري اولا لنفسك، اولا للانا يلي موجود عندك، فاذا بتقولي سوري بشكل تلقائي. هدول الاعتذارات الصغيره او الاعتذارات اليوميه يلي كمان لازم لازم ننتبه لها. يعني ما بقدر انا اجي اقول لك بونجور رانيا سوري كثير انا يمكن ما سمعتيني منيح، وضلني كل الوقت عم بستعمل كلمه سوري كيف ما كان، هون بنكون عم نقلل من قيمة الاعتذار. الاعتذار لازم أن يكون في له سبب لحتى يكون موجود، هاي الاعتذار البسيط أو الصغير. الاعتذار يلي هو بيكون من جراء سوء تفاهم، يعني في سوء التفاهم يلي كمان بينتج عنه اعتذار، ولازم حتى لو كنت أنا أقدمت على كلمة يمكن ما بعرف وقع عندك، أنت أخذتها بشكل منه جميل أو أنت اعتبرت أنه كان فيها نوع من الإهانة. أمرار في ناس بيكون حساسة لدرجة أنه أي شيء بتقولي لهم إياه بينتج عنه هيك نوع من أنه ليش قالت لي هيك، هل ممكن يمكن هن عندهم كمان مش بيكونوا حساسين زيادة عن اللزوم أو أنا ما اخترت الكلام المناسب. من هيك نحن كمان بنقول أنه الكلام يجرح والكلام بيقدر يكون له السيف ذو حدين، بيقدر يكون ايجابي بيقدر يكون سلبي، وحسب كيف انت قلتي هيدا. ومن شان هيك بنقول دائما الكلمه الحلوه هي، يعني مثلا اذا انا قلت لي كثير حلو اللوك تبعك وانت منك مرتاحه فيه، باي ذا واي كثير حلو انت منك مرتاحه فيه، ممكن تاخذيه بشكل انه ليش نادين عم بتقلي هيك؟ ليه علقت على ليش الموضوع؟ علقت على هالموضوع؟ نعم. فاذا يمكن انت تحسي انه وكاني انا عم يعني عم اضمر شيء، يعني شيء مش منيح، كانه عكس ما عم بتقول. صحيح. يعني بدي بس اختم بالاعتذار الكبير، لانه كمان امبارح صار في شغله كثير حلوه من قبل رئيس الوزراء الكندي يلي هو كان عم بيحكي للجورناليست الصحافي، ومن ثم بلشت الجمهور يقولوا، وهون وقف الجمهور، ومن ثم قبل بدايه الحديث اعتذر من الصحافي، وهيدي بقمة الرقي وبقمة الاتيكيت. يعني اعتذر عن الناس، اعتذر عن هالشي اللي بدر عن الناس، وهو عطيه كمان حقه لأنه حتى الصحافي له حق يقول اللي بده اياه، طالما نحن بضمن اللياقة الاجتماعية العامة يلي نحن يمكن كثير صرنا بحاجة لها. لياقاتنا منا فقط انه انا اكون بالظاهر لياقة، لازم يكون كمان بالمضمون، والاعتذار هو من اهم مقومات اللياقة الضمنية يلي بيكون الانسان فيها مرتاح ومتصالح وشخص مكتمل ليكون هو بين بالمجتمع. قبل ما نفوت بالتفاصيل اكثر بحب ذكر المشاهدين انه ممكن يتصلوا فينا مباشرة على الهواء على 04-444-444 ليطرحوا أي سؤال على نادين بخصوص الاعتذار، بخصوص أي مشكل صاير وما عم يعرفوا يتصرفوا فيه، ولا كل التعليقات ناطرين اتصالاتكم على الهواء. نادين، بين الرجل والمرأة أكيد بيختلف الوضع، بين السيدات مع بعض، بين الرجال مع بعض، الزملاء والعائلة والأحبة، يعني كيف بتصير؟ إذا بتسمحي لي قبل ما أتطرق لهذا الموضوع، في عندي كمان الاعتذار عن قبول أو الرفض. يعني الاعتذار وقت اللي حدا بيقول لك انا بدي اخذ منك شيء وانت تقولي لا، كيف ممكن اني اعتذر عن هذا الموضوع؟ يعني او قبول عزيمه او قبول ما بعرف مشاركه، كيف اسلم طريقه باني اقول انا ما بدي هون؟ لانه ممكن كثير انه كل ناس بتشجع على الكذب، مثلا تجي لعندي لا ما بقدر مرتبطه بمحل ثاني، وانا كل ما بنجبر نعملها يعني. وانا هون ما راح اقول انه نحن كل مش هيدي بسموها لياقات الاجتماعيه، انه بين اني انا اعطي مبرر حقيقي او مبرر ممكن يكون لايق، بفضل المبرر اللايق انه احسن ما اقول انا ما بحب اجي لعنديك لانه جوزك مثلا منه مغضوب. في كثير ناس ممكن تقول اشياء هي بتلاقيها حقيقيه او هي بتلاقيها صادقه، هون صارت بالعكس، هون صارت
بتجرح أكثر ما أنه بتفيد. صحيح، لهالسبب نحن هون بنقول الاحترام والشعور بالآخر بيغلب على الصدق. فإذا اليوم إذا حدا طلب منك مثلا أنه يستعير شغلي، أو حدا طلب منك ياخذ منك النوتس، صبية سألتني هذا الموضوع أنه أنا ما بحب أعطي النوت لحدا اللي هي بالجامعة، فهون فيها تقول لها أنا ما بحب شارك هذا الموضوع بكل بساطة، لأنه الطلب يلي إجا منه طلب حق إيوي، يعني مش من حق الآخر. إنما إذا كانت عزيمة، لا هون ما بقدر أقول أنا برفض إجي، أو أنا ما بحب إني إجي، ومن ثم بتجي على السهرة كمان اعتذار عن قبول أي مناسبة وترجعي تجي، كمان هذا الشيء خاطئ بحق نفسك. إذا اعتذرت معناتها أنا اعتذرت لأسباب حقيقية، فأنا بعتذر. من هيك نحن نقول أنه لازم نوضح موقفنا من الشيء وقت اللي لازم. إذا كان الحدا أصر وألح، بنرجع بنقدر نقول له خليني أشوف إذا بقدر إلغي هيداك الارتباط، ومن ثم بنرجع. بس إذا كان نحن أرسلنا اعتذار عن أي مناسبة، هون لازم إنه نحن نلتزم بهذا الموضوع. هلأ بين الرجل والمرأة الاعتذار. قبل ما نبلش بالرجل والمرأة، معنا اتصال ما منحب ننطر كتير المشاهدين. ألو، يا هلا، تفضل، مين معنا؟ بس سوري، بدي استفسر اذا في حدا حكي عني بالغلط، يعني بقفايه وما رجع اعتذر مني، شو بتكون هذه؟ وانا يعني تضايقت من المشكله اللي كانوا حكينا عني، عرفت من صديقتي رجعت وهي بس ما اعتذرت مني، بس شو بيكون رده الفعل؟ هلا الاعتذار لازم يكون من قبل الشخص الاخر. اذا هذا الشخص ما اقدم على هذه الخطوه، معناتها هو شخص كمان منه صادق لا مع نفسه ولا معك، وما بعرف قديش انت بتحب انه تتواصل بهيك علاقات. هلا بتقدر تطلب الاعتذار، يعني مثلا تقدر تقول انا زعلت منك لانك انت حكيت هيك، وانا وصلني هالخبر، وكنت بتمنى انك تعتذري مني بهذا الاطار. مش غلط ابدا اذا نحن كمان قلنا اللي نحن بدنا اياه وقلنا الشيء اللي بيريحنا، لانك انت هون من حقك الاعتذار. ولكن انا بفكر اكثر من هيك، يمكن يكون الموضوع منه صحيح، فهون كمان بنوضح الامور. مزبوط، اذا كان الشخص انت واجهته بالموضوع وواجهته، وانتبه نحن حكينا قبل بمره على المواجهه، يعني العتاب وقتها بدك تعاتب شخص، العتاب لازم يكون لبناء علاقة مش لهدمة. لأنه إذا بدك تهدم العلاقة، يعني إذا أنا بدي عاتبك لأهدم العلاقة، فضل أنه تنتهي عند هالحد، وأنا بدون ما فوت بمحل أنا ممكن يزعجني. إنما أنا إذا كان بدي عاتبك، فالعتاب لازم ينتهي باعتذار من قبل الشخص اللي قام بهذا الموضوع. يمكن أنت يكون بدك تعتذر منها لأنه هي ما قالت هالحديث، أو حتى إذا قالته يمكن يكون الناس اللي ناقلي لك هالحديث هو مختلف عن اللي قاله، أو يمكن يكون في كمان شيء زعج هالشخص حتى يحكي. صحيح، بس أنا بشجعك إنه إذا كان هاي العلاقة بما إنك اتصلت فينا، معناتها هالعلاقة بتهمك، ومعناتها أنت مزعوج من هيدا الموضوع. أنا بنصحك إنك أنت تبادر لأنك تتحدث مع هذه الصبية وتقول لها أنا وصلني هالحكي، وعم بعطيك فرصة لحتى تقولي لي شو اللي صار. وهون بيكون كمان بين عن قوة شخصية، وبين كمان إنه هو يعني شاري العلاقة بده إياها وبده استمرارية لها. أما إذا هي الشخص، إذا الشخص امتنع عن هالشي وضل بفكرة أنه لا أنا ما غلطت، فهون بعتبر أنه أنت لازم تاخد قرار إذا كان بدك تكفي فيها أو حتى تتركها على الصداقة. اتصال تاني. ألو، ألو، بونجور، أهلا وسهلا، تفضلي. صباح الخير. أول شيء اثنيناتكم حلوين، بحبكم كثير. شكرا. كيفي؟ بدي اسال سؤال لمدام نادين. في ست فاضله عملت معي جست كثير حلو، جست مادي، عرفتني بحاجه، وانا صار لي شهر ما شكرتها، شو لازم اعمل؟ اول شيء ان شاء الله ربنا بفك ضيقه كل حدا. في ما تاخرتي ابدا. It's never too late. يعني تأخرتي، ولكن ما تأخرتي بشكل كتير كبير. بس مش عارفة شو بدي أقول لها. يعني بديك تقولي لها شكراً.
بدك تقولي لها ميرسي، بدك تقولي لها انا بتشكرك، بدك تقولي لها كل شيء بيخطر ببالك انك انت تقولي لها اليوم بتلفني وبتقولي لها اياهم من كل قلبك. ما في داعي ابدا لا لالي ولا لرانيا لنقول لك، لانه مبين انك انت حابه تقولي لها قديش هالمساعده يلي وصلتك غيرت لك حياتك. فلهالسبب انت فيك تلفني وتقولي لها، قولي لها انا بعتذر اني تاخرت، بس الحقيقه ما كنت عم بلاقي الكلمات ولقيت يمكن اسهل طريقه انك اقول لك شكرا. نادين نحن رح نتابع معلش مع اتصالات المشاهدين. أكيد. الو بونجور، اهلا وسهلا، تفضلي. بقدر احكي مع مدام نادين؟ عم تسمعك. بدي اسال يمكن سؤال، ما بعرف اذا خارج عن الموضوع. بليز. اذا الواحد عنده زياره لمريض والناس ما بيعرفهم، يعني بس يمكن اصحاب عمل، شو معقول ياخذ معه؟ شخص شو كبير بالعمر، هو بياخذ شيء للبيت، شيء للشخص؟ اوكي، شو معقول تكون نوع الهديه يعني؟ قبل ما تروحي بس يعني خليكي مع الاتصال، شخص ما بتعرفيه كيف تروحي تزوريه؟ لا انه مش ما بنعرفه، بس انه ما في علاقات وديه يعني، ما بس في علاقات مهنيه. نعم كثير منيح. العلاقات المهنيه كمان بيحكم انه نحن في حال صار في اي عارض صحي اكيد بنقدر انه نحن نروح لعنده. يستحسن انك تاخذي شيء منه شخصي، يعني ما فيك تاخذي شيء مثل اللي نحن قلناها على عياده المريض، مثل البيجاما، مثل البارفان، مثل الاشياء اللي خاصه شخصيه. فيك تاخذي ورد، فيك يعني بوكي ورد، فيك تاخذي شوكولا، فيك تاخذي اي شيء خاصه بالبيت بالزينه، ولكن الانتباه حسب حالة المريض كمان. إذا كان حدا عنده حساسية، عنده أي شيء ما بتقدري ما بيمنع عنه الروائح، نجرب نبتعد عن هالموضوع. بس أكيد بتقدري تروحي لعنده وتاخدوا شيء، فيكن تجمعوا بعضكن كمان بالمكتب وتاخدوا شيء واحد بيقدر يستفيد منه، لأنه هيك بتكون بس شيء أكيد مش شخصي يعني. لا هلا ممكن يكون ضيافة أو ورود أو أي شيء. إذا المكتب كله اجتمع بيقدر، لأنه طبعا بيكون حسب قديش كبر المكتب، بيقدر يكونوا جمعوا مثلا مبلغ منيح. اذا كان هو تنقول ناقصه تليفون جديد بيقدروا، اذا كان ناقصه شيء هن بيعرفوا، ولكن ما يكون شيء شخصي كثير يعني. ونحن بنقول هون كمان الكفلينجز حسب اكيد حسب قربكم وحسب البيدجي، بس بتقدري توصلي لمحل انك تجيبي ازرار الاكمام او بتقدري تجيبي اي شيء كمان بيقدر يستعمله فيما بعد. عندنا بعد ثواني رح ناخذ اخر اتصال. أكيد. الو اكيد بتشكركم كثير انا كمان على تفاعلكم. الو الو اهلا وسهلا، تفضلي. بونجور. بونجور، كيفكم؟ الحمد لله، تفضلي. حبيبتي بدي عزبك، بدي شوف لجوزة. هلا هيدي مغلطة من فقرة ليكي، بس رجعي قولي لي شو قالت لك، لأنه أنا كمان حابة شوف لجوزة. نادين قبل ما نختم بتحبي تزيدي شيء على الموضوع؟ إيه، بدي بس أقول أنه كمان الاعتذار بين الزوج والزوجة ضروري، يعني إذا كان موجود بالحياة الاجتماعية بشكل عالي لازم يكون بشكل ضروري أكثر بألاف المرات. ليه؟ لأنه الزوج أو الزوجة هو الشخص اللي نحن منعيش معه كل العمر، والاعتذار من الصغير للوسط للكبير هو حاجة لاستمرارية العلاقة. وإلا كل حدا فينا أو كل أي من الزوجين بيشعر وكأنه الآخر هو منتقص من حقه. نعم. بهذا الاعتذار. نعم. فدايما إذا أخطأنا، إذا تأخرنا عليه، إذا كان ما لم نقم بالشيء اللي لازم نعمله، لا رجاء الاعتذار بين الأزواج كثير ضروري وصحي. شكرا لك نادين، إن شاء الله ما حدا بيزعل حدا. على كل حال أهلا وسهلا فيك، وأكيد الأسبوع المقبل مواضيع جديدة. صحيح. رح ناخذ وقفة صغيرة ومنتابع MTV Live، خليكم معنا.